السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم المهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. عدنا إليكم فيديو جديد ومميز ضمن سلسلة نباتات سهلة الإكساب بالمنزل. نباتنا اليوم هو نبات كتير مميز سمي بنبات ثوب الدهان، والسبب بالتسمية بعود للطخات الألوان الموجودة على أوراقه الخضراء. رح فرجيكم أربعة ألوان من هذا النبات، هذا لون وهذا لون وهدول لونين. لاحظوا سبحان الله جمال الأوراق، وكأنه عامل بالدهان، تلطخت ثيابه بالدهان، وهذا السبب بيعود لتسميته. وقبل ما نبدأ بالكلام عن العناية بهذا النبات وإكسابه، لا تنسوا تحطوا لنا لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. وهلأ خلينا نبلش فورا. نبات ثوب الدهان من النباتات الداخلية المميزة جدا بألوانه الساحرة، وسميناه نبات داخلي لأنه بيعيش بداخل المنزل، ما بيحتاج أشعة شمس مباشرة، وإنما بيحتاج إضاءة قوية ولكن بدون شمس مباشرة. لهيك إذا اقتنيت هذا النبات، زرعته أو اشتريته، بنصحك أنك تحطه بداخل المنزل ولكن بمكان معرض للضوء، مثل المكان اللي عم صور فيه هلأ. من ناحية الحرارة، هذا النبات بيحب الحرارة ولهيك بيزدهر بفصل الصيف والربيع. أما من ناحية تحمله للبرودة، هذا النبات قليل التحمل للبرودة، لهيك بفترات الصقيع غالبية هاي الأنواع بتموت. لهيك إذا نحن بدنا نحافظ على حياتها ونخليها عايشة للسنة الجاي، بنقوم بعملية تقليم لهذا النبات وبعدين بنفوته إلى داخل المنزل حتى تعدي فترة الصقيع. وبعد ما تعدي فترة الصقيع بإمكاننا أنه نرجع ونطالع هذا النبات لمكانه الاعتيادي. من ناحية التربة، هذا النبات بيحب التربة الخفيفة المخلوطة بالترب أو المادة العضوية المتحللة، لهيك بيزدهر بهاي الترب وبينمو بشكل سريع. وبيكره هذا النبات التربة الكتيمة الصلبة اللي بتسبب تقطع جذوره الرهيفة. لهيك وقت نزرع هذا النبات لابد من أنه نخلط التربة إذا كانت قاسية عنا مع قليل من الرمل، هذا الشيء بيساعد على انتشار الجذور بشكل أسرع، أو أنه نخلط كمية واحد ترب لواحد تراب، وهيك النبات بيتابع حياته بشكل طبيعي. لاحظوا هاي التربة خليطة ما بين الترب والتراب. أما من ناحية الرطوبة، هذا النبات بحب السقاية بشكل كبير وخاصة بفترات الصيف الحارة. لازم نحرص على أنه هذا النبات رطب دائما وموفر له كمية من الرطوبة ملائمة. وإذا مسحنا الأوراق الخاصة بالنبات بنلاحظ أنها بتزدهر وبتزداد جمال، لهيك فيكم تمسحوا الأوراق ببخاخ ماء أو بواسطة قشور الموز، هذا الشيء بيساعد على زيادة هالألوان الحلوة بالنبات. أما من ناحية التسميد، بنصحكم تسمدوا هذا النبات الجميل بمعدل مرة واحدة كل شهر بملعقة صغيرة من ملاعق القهوة، يعني ملعقة من ملاعق القهوة منعبيها سماد NPK بشكل ممسوح وبعدين منضيف هذا السماد، أو بإمكانكم تحلوا نفس الكمية على لتر ماء وبعدين تقوموا بعملية سقاية هذا النبات لحتى تضل هالألوان الجميلة موجودة فيه. وهلأ بنجي على الفقرة اللي بتحبوها بهاي السلسلة، وهي كيف منكاسر هذا النبات؟ الجواب، إكسار هذا النبات بيتم حصراً بواسطة البذور. بذور هذا النبات كتير ناعمة، بتخرج هاي البذور بنهاية فصل الصيف على شكل حامل ثمرة مثل ما انكم شايفين بهاي الصورة اللي رح حطها هون. ببساطة بعد ما يستوي هذا الحامل الزهري أو بعد ما يجف، بنقوم بعملية جمع هاي البذار ومنجدد الزراعة بفصل الربيع. بيطلع عنا من هاي البذار عدة ألوان مثل ما رح تشوفوا هلأ حاليا بهذا الفيديو، كيف عنا عدة ألوان بتطلع من البذور، وهذا بيعود لظاهرة الإكسار الجنسي أنه بيعمل اختلافات وراثية بالألوان. لهيك كل ما زرعتوا هذا النبات سنة عن سنة رح تحصلوا على ألوان جديدة وألوان مميزة من هذا النبات تختلف شدتها. لهيك بنصحكم بزراعة هذا النبات الجميل والمميز جدا، وممكن أن يضل هذا النبات عايش عدة سنوات إذا وفرتوا له حرارة مناسبة. ولهون بنكون وصلنا لنهاية الحلقة اللي حكينا فيها عن نبات ثوب الدهان، النبات المميز جدا والجميل جدا. إذا نسيت أنا أي شيء أو عندكم استفسار عن هذا النبات أو النباتات اللي حكينا عنها بالحلقات السابقة، بتمنى تتركوا لي تعليق تحت. لا تنسونا من اللايك للفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. كان معكم أخوكم مهندس الزراعي نزير الشيخ خالد من قناة أفكار زراعية. صلوا على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.